أخبار اليوم. تقييم الأستاذ حماد والأستاذ كمال أهلام من الأستاذ ياسر بس والأستاذ كمال حسين. الفنان الجميل حماده هلال، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم. كل سنه وانتم طيبين والله اكرم عليكم. نرحب بك معانا في بوابه اخبار اليوم، والنهارده احتفاليه الاخبار المسائي، عايزين كلمه منك لجريده الاخبار المسائي. بقول جريده اخبار المسائي هي من الجريدات المهمه جدا والجريده العريقه، يعني انا وانا جريده الاخبار كلها من الجرايد المهمه في حياتي يعني، وان هم لما قالوا لي ان انا ان شاء الله في تكريم، انا شرف ليا ان انا اكون معاهم النهارده. عشان يكون معانا حماده هلال وما نعرفش ايه الجديد ليه الفتره اللي جايه، محبينك بقى ومعجبينك عايزين يعرفوا ايه الجديد ليه الفتره دي. هو الجديد ان شاء الله احنا الالبوم هو اللي مسيطر على دماغنا اليومين دول بصراحه، يعني اي حاجه تانية مفيش. احنا بس اللي مسيطر على الالبوم دلوقتي بس. رمضان بقى والاجواء الجميله، ذكرياتك ايه في رمضان والطقوس اللي بتحب تعملها في رمضان دايما؟ طبيعي مفيش جديد يعني. الحمد لله ربنا يا ربنا يبارك في العائله، يبارك في كل اسرتنا ويبارك لكل واحد يعني، فهم دول اللي بيجمعونا وده الشهر بيجمعنا كلنا مع بعض.